أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نجح المعلم حيث أخفق الاتحاد العمالي وهدد بنصف إضراب. فهيئة التنسيق النقابية أجرت اختبارا أولا للتصعيد في الشارع رفضا لقرار زيادة الأجور بصيغته الحالية. وكان لافتا من قائد ومحرك المسيرة التربوية حنا غريب تهديده الحكومة بدفع الثمن، لكن السرايا تركت الصوت يرتفع من دون أن يتضح مصير قرار تصحيح الأجور الواقع أيضا على خط تحرك الاتحاد العمالي في فترة ما بين العيدين. وإلى تصحيح المواقف، حيث اعتذر النائب نواف الموسوي عن تلفظه بعبارة نابية في مجلس النواب انسجاما مع قيم حزب الله وتطبيقا لمبادئ السادة، حيث يصبح الاعتذار فضيلة، لا سيما أن النائب سامي الجميل يحرص في الخاص على مد جسور مع نواب الحزب وإن ترصدهم في الشأن العام. جسور آل الجميل تمددت إلى النائب وليد جنبلاط بعشاء جمع رئيس الحزب التقدمي والرئيس أمين الجميل في منزل النائب نعمة طعمي. جنبلاط بدأ أمام الأطراف السياسية والإعلامية مستاء من النقد الموجه إليه عبر شاشة الجديد، وهنا وجبت الإشارة إلى أننا لم نوجه إليه أي لوم لدعمه مطالب الشعب السوري ودعوته إلى الإصلاح. فهذه الشعارات هي في صلب نهجنا الإعلامي منذ نشأة قناة الجديد وعلى زمن الوصايات التي كان جنبلاط أحد الشاغلين على خطوطها. لكننا انتقدنا الاتهام الجاهز لسوريا وإبلاغها لصقا أن بصماتها كانت على صاروخ الجنوب وانفجار اليونيفيل، لأن الاتهام السياسي كان قد شل الوطن سنوات خمسا. في الشعب نحن معك وقبلك، وفي الاتهام من دون دليل سنسمح لأنفسنا بانتقادك كما بقية الفرع السياسي الذي انجرف في السابق وراء اتهام مماثل. وربطا بالملف السوري، جيرت واشنطن الحل لنور المالكي الذي سيوفد رسلا إلى دمشق بهدف إقناعها بالمبادرة العربية، فيما أبدت المعارضة ترحيبها بدعوة بغداد إلى الاجتماع على أراضيها. يجري ذلك تحت سقف تفاهم أمريكي عراقي إيراني روسي تضلله السعودية وستلحق به الصين وتباركه الفاتيكان. وقد يكون أحد بنود الحل انتقالا للسلطة بشكل سلس وهادئ وعلى مدى غير مستعجل. ومن هنا لا يرصد سبت أسود للجامعة العربية التي قد تخفض مستوى طموحها. طريق الحل غير الدامي ورد في شهادة المنسق الخاص لشؤون منطقة الشرق الأوسط فريدريك هوف المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأمريكية، الذي كشف عن خطط سوف تنجح ومن دون سفك دماء. وهوف سوف يزور بعد غد أوروبا بدءا ببريز لمناقشة فرض عقوبات أقسى على النظام السوري تشمل مقاطعة المصرف السوري المركزي. وعلى مستوى أمريكي أرفع، كانت الولايات المتحدة تحتفل بإنزال علمها من مدن العراق بعد 8 أعوام من الاحتلال، ولم يعرف كيف حول باراك أوباما ووزير دفاعه الهزيمة إلى نصر، ومن أين جاء الرئيس الأمريكي والوزير ليون بانيتا بكل هذه العبارات التي تصف الخروج المذلة بالإنجاز الحلم. وإذا كان الانسحاب من العراق حلما راود أوباما منذ حملته الانتخابية، فهل يستكمل أحلامه حتى آخر جندي أمريكي في أفغانستان؟ يخرج الترياق من العراق إن كان سوريا على مستوى الحل أو أمريكيا بحجم الانسحاب. أما محليا فإن الحلول أصبحت على الأبواب وتسابق الأعياد، وإحدى عقباتها يتم تفكيكها في اجتماع عقد هذا المساء في مكاتب النواب بساحة النجمة، وضم الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، وشرب النحاس، وذلك على قاعدة أن مجلس القضاء الأعلى هو بوابة نهاية أزمة التعيينات.